شاب راسيكا. أسعد الله أوقاتكم. إحنا من داخل المتحف التربوي من الجناح الخاص بأول معلمة من معلمات راودوز مامستر شكرية. مامستر شكرية هي أول طالبة في راودوز وأول معلمة تخرجت لراودوز وأطرافها وانتقلت حتى تكمل دراستها في بغداد مع دار المعلمين العالي، وهي راح تكلم لنا. إيه مامستر شكرية. شكريا محمد الدين ديوان روان الزين، أول طالبة كملت الدراسة الابتدائية في راودوز، لأن كان محرم على البنات يعني الدراسة طبعا، وبالنظر لعدم متوسط راودوز ذهبت إلى أربيل والتي قالت لازم نكملين الدراسة. رحت لأربيل قريت هناك يعني صف أول وثاني، بعدين رجعت راودوز من افتتحة المدرسة المتوسطة. كنت أقرأ ويا البنين وأروح للصف أقعد بالعباية وامتحن كل شيء بالعباية. بعدين يعني من كملت الثالث المتوسط رحت إلى دار المعلمات الابتدائية وأنا عمري 16 سنة. فالدنيا قيامة قامت راودوز أنه كيف بنت بعمر 16 سنة تذهب إلى بغداد وترجع سالمة. تحديت هالأشياء كلها وتخرجت سنة 56 وصرت معلمة في نفس المدرسة اللي كملت الابتدائية منها. بعدين طبعاً هو يعني لقيت مصائب 57 نفوني إلى قضاء مخدوم لأن كان الإخوان الثلاثي على مصر. فإحنا من أردنا نسوي مظاهرة يعني الطالبة المديرة هو يعني رفضت وقالت هاي سياسة صعبة تشيله نقلوني إلى مخدوم. بعدين بعد ذلك رجعت تقريبا اني اتصور 15-16 مدرسة سنتين بس كنت معلمة، الباقي كله مديرة مدارس. وبسنة 94 صرت مشرفة تربوية إلى أن تقاعدت في 1/1/2006 مع أنه أنا بكردستان انسجنت 4 سجون شايفة أربيل، موصل، دهوك، كركوك. انحكمت عرفي لمدة سنة وهاي القرار الحكم هنا، قرار حكم سنة واحدة. بعدين رحت من كانوا الجيش الشعبي وهذول يتعدون على النساء وهان، أنا رحت يعني صرت باش مرقة خليل سنة. بعدين رجعت شكرا محمد أمين. كم طلبي ابتدائي متواكل له بيت ولا رمانزيلة كيف قرآن دوام مالكم بعبادة دمشتين وقاشكا متوسطة متواكل ثم بغداد دار المعلمات سي صابر خير صار بنزاشر وما يكب مع مصدر دار الله عنه همودة بركان يتعب بيه باشي طبعا تدر تركب مع مصدراتي ولساني بنزا وحفظ نفي كلام وشاروط كي محمود لبربال سياسي باشي لدواطي بنتي شستدو درجي كلام لان امني حوليه لبدا ويبيس هذا توقع معكم دولو اشتي لكردستان تاسسني كردستان ميديا حوليه موصل كركوك دهوك سباسي تكام ونفي بويمة دو باريس قاي حلها